تحية طيبة مشاهدينا الكرام ومتتبعينا قناة الحياة الجزائرية. اليوم نحن هنا بالسد الثابت بدائرة المويلح، حيث ننقل لكم رفقة المصالح الدرك الوطني وبالتنسيق مع فعاليات ومجتمع المدني هنا بولاية الجلفة، حملة تحسيسية حول مخاطر حوادث التقلبات الجوية. مشاهدينا الكرام بلا ما نطول عليكم تابعوا معنا. اليوم استدعينا من طرف مجموعة الدرك الوطني لولاية الجلفاء، وهذه حملة وطنية، ونشكر الدرك الوطني على هذه المبادرة اللي بادرت بها ولاية الجلفاء، وكان حضور الحماية المدنية وفاعلين في المجتمع تحت شعار السياقة بحذر لتفادي الخطر وضمان السلامة للمواطن والسائق معا. كذلك هذه المبادرة تهم اللي رانا اليوم تصنفنا على مستوى الوطني الرابعة والخامسة في حوادث المرور، وخاصة نحن على أبواب فصل الشتاء لتفادي الخطورة للسائق والركاب اللي معاه حتى يوصل بسلامة لأهله وذويه. الله نشكر الجماعة اليوم اللي خرجت للميدان، يعني في هذا العمل التطوعي العمل التحسيسي. نشكر كل من الدرك والحماية المدنية والجمعيات الفاعلة والكشافة اليوم راهم خرجوا للطريق في عمل تحسيسي توعوي، يعني في هذه الظروف تاع كورونا راهم يقوموا بمجهودات بارك الله فيهم، ونحن احنا كسائقين ديما نتعاملوا بهذه الاجراءات الوقائيه وديما نوعيوا الناس. وهذا العمل هذا لازم يشارك فيه جميع الاطياف، مسؤولين مدنيين عسكريين اطفال شيوخ نساء. هذا الوباء هذا ان شاء الله احنا راه في الاختتام نتاعو، ان شاء الله ماذا بينا نزيدوا نتوعوا اكثر. اليوم شاركنا في الحمله المنظمه من طرف قياده المجموعه الولائيه للدرك الوطني بالجلفاء في الحمله التحسيسيه التي حملت شعار السياقه بحذر لتفادي الخطر وضمان السلامه، لان الجلفه منطقه جليديه ومنطقه يكثر فيها الضباب، ونحن مقبلين على فصل الشتاء. نرجو من جميع السائقين توخي الحذر. احنا باسم جمعيه طريق السلامه نجينا التحسيس وتوعيه باه يقل هذه المشاكل تاع الطرقات، هذه الخطر تاع الطرقات. نتمنى من كل السائقين يديروا حذرهم قدر المستطاع، لان الحقيقه ليها تموت في الحوادث اكثر من الكورونا. نتمنى الناس يديروا مجهودهم المستطاع انهم يحافظوا على ارواح الناس. اليوم وتحت اشراف المجموعه الاقليميه للدرك الوطني لولايه الجلفه وفي الحجز الامني لمدينه المويلح، تتشرف جمعيه الاسد الثقافيه مع المجتمع المدني ومع افواج الكشافه ومع الكثير من الشخصيات على مستوى الولايه بالحضور للحمله التحسيسيه الذي قلنا انها منظمه من طرف المجموعه الاقليميه للدرك الوطني، وذلك للتحذير من مخاطر الطريق والحث على السياقه بحذر. نوجه نداءنا الى كل السائقين والى كل المواطنين بالتزام الحيطه والحذر، لان الحفاظ على الانفس مهمه جدا، والايه الكريمه تقول ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا زوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم بغير حق. فنتعاون جميعا من مدراء مدارس تعليم السياقة، من رجال الدرك، من رجال الأمن، من الحماية، من
وسائل الإعلام التي يجب أن تكثف نشاطها، لأنها عرفت مع الأسف يعني إحصائيات مثيرة للقلق ومثيرة للانتباه. أتمنى من مستعملي الطريق وسائقين التأني في السياقة، لأن كما نعرف كل إنسان عنده أولاد عنده عائلة تسنى فيه، وليها تجنب الأخطار الطريق وعدم يعني عدم استعمال الهاتف، عدم استعمال السرعة. في إطار مخطط الاتصال السنوي المنظم من طرف المديرية العامة للحماية المدنية وتنفيذا تعليمات سيد المدير العام للحماية المدنية، شاركت اليوم مصالح هنا برفقة مصالح الدرك الوطني في حملة تحسيسية توعوية للحد من خطر حوادث مرور أثناء التقلبات الجوية. طبعا مصالح الحماية المدنية دائما في خدمتكم على الرقمين 10 21 و 14. دائما نوجه نداء إلى كافة المواطنين بضرورة التقيد بقواعد السلامة خصوصا أثناء التقلبات الجوية. فنتمنى من الجمعيات المشاركة ومن كل الفاعلين أن يهتموا بهذا الموضوع وأن تنظم عملية واسعة تمس مختلف المؤسسات التربوية، مختلف المؤسسات التكوينية، مختلف الشباب، خاصة الواحد أخي الكريم نسبة الضحايا من الحوادث هم شباب، ونسبة المتسببين في الحوادث هم أيضا شباب. كاينين الناس راها كاينين الناس كما قالك الشباب صغار هذو راهم متوهرين وهم اللي راهم يديروا في لوكسي فيتاس، فهمت؟ احنا نقولوا ربي إن شاء الله يهديهم. والدولة ثاني ماذا بها توقف مع الناس هذون به ينقصوا شويه من السرعه وينقصوا شويه من الحوادث هذه. كلمه السيد العميد قائد الدرك الوطني بتنظيم حمله تحسيسيه وطنيه تحت شعار السياقه بحذر لتفادي خطر وضمان السلامه. تنظم المجموعه الاقليميه للدرك الوطني بالجلفه هذه الحمله ابتداء من تاريخ 15 ديسمبر 2020 تمتد الى غايه 5 جونفي 2021. الهدف منها تحسيس مستعملي الطريق بمخاطر السياقة أثناء الظروف الجوية المتقلبة، وخاصة إذا رافقتها سلوكات خطرة لمستعملي الطريق، بالإضافة إلى توزيع مطويات توعوية بالمناسبة مع المشاركة مع شركاء الفاعلين في الميدان. وتبقى قناة الاتصال الخارجي لجهاز الدرك الوطني في خدمة المواطن عن طريق الاتصال بالرقم الأخضر 1055 والولوج إلى صفحة الشكاوى المسبقة ppgn.mdn.dz أو تصفح موقع طريقي.dz. مشاهدينا الكرام، كما كنتم تتابعوا معنا من خلال هذا العدد من الميكروليك، كانت هذه آراء وتصريحات بعض الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني حول مخاطر الطرقات والتقلبات الجوية. مشاهدينا، سنلتقي في عدد جديد وآخر من الميكروليك. سلام.